يلا حبيبي شقة أي شقة أي شقة أول حضرة أنا معانا تعي كيلو ميجا كمان شو بس شو جوع جوع معمل كرتون لا فهمت انه رقم خلص رميت فر شوف كيف شفت رئيس جمعية العمل النسوي انا بشوف انه الوضع مأساوي جدا ومطلوب تتحرك الدولة باتجاه دعم الناس وساعدتها لترجع لبيوتها لانه الوضع الامني ان شاء الله بيستتاب بايد الجيش خلي الناس ترجع لبيوتها يعني انا مركز جمعيتي اللي لها 23 سنة بتضرب بالمنطقة صار شبه مدمر وإسا بدنا يعني بدنا يمكن الله بيعلم قد بدنا لنرجع له بالنسبه للمنازل كشف شفت في دمار بالمنطقه دمار بالمنازل بالاريات السيارات ممتلكات الشخصيه كل هالامور كثير بين احنا الان Thank you.